ديزاينز مع جمانة أبو فاضل، لمحة أسبوعية على كل شيء جديد بعالم الانتيريور ديزاين، أفكار مميزة، أفكار سريعة، أفكار جديدة، وكثير أوقات أفكار منا مكلفة ولكن بتعمل تغييرات كبيرة وتغيير جو إذا بدكم ببيوتنا أو مكاتبنا أو وين ما كان. أهلا وسهلا جمانة. بونجور لا، كيفك؟ أنا منيحة وأنت؟ تبع اشتقت لك. نحن بالأكثر اليوم باقيين بالبيت وبالأخص بغرفة كثير بنستعملها، فلذلك لازم دائما يكون جوها حلو وما نزهق منه. دفنتلي عم نحكي اليوم رولا عن غرفة الجلوس التي في روم يلي كل البيوت ثلاث ارباع البيوت لان حتى داتوي بتاخد حيز كتير مهم من استعمالنا اليومي كعائلة وكأفراد. اليوم رح نحكي عن ميك اوفر لغرفة جلوس، رح فرجيكم سبيسيمن او اكزامبل لا احدى غرف الجلوس اللي اشتغلت عليها ونعمل عليها ميك اوفر نوعا ما جذري، يعني كل شيء تغير فيها. رح نحكي عليهم عن الاشياء اللي اشتغلتها بالترافق مع الصور لحتى يفهموا المشاهدين عن شو عم بحكي. هون ميك اوفر يعني بيفور اند افتر. بيفور اند افتر، لانه كثير ناس بيسالوني بيفور جمانة وافتر جمانة. بيفور جمانة افتر جمانة، انه على صفحتي على الفيسبوك انه كيف فينا نعمل وهيك. قلت بما انه رح اغتنم فرصه شغلي وفرجيهم اشياء من يلي بيفور اند افتر، ودائما الفكره بتوصل اسرع لما بنشوفها بالصوره. بالصوره 100%. سو هلا خلينا نبلش بالصور لهالغرفه الجمانة جلوس بالذات، قبل وبعدين ديورينج وبعد. عم نحكي عن غرفة جلوس عمرها ما تغير الديكور فيها لفترة 40 سنة رولا، يعني هيدي غرفة جلوس من الطراز القديم إذا بدك. البابي بان موجودين على كل الجدران وهيدي موضة كانت دارجة كتير من قبل، نحط بابي بان افريوير. عندي حتى الأبواب كانت مدهونة باللون الرمادي. كان في عندي كنبيتين بوش بعضهم مع طاولة صغيرة بالوسط من الزجاج الأسود، والديكوراسيون كايند اوف هيك تراديشنال يعني بتحسيها خلص قدمت كثير لانه هي بالفعل قديمه، ويمكن اول ما انعملت كانت كثير حلوه واو، ولكن هلا اكيد كان اجى وقت انه يكون فيها تغيير. هلا الاشياء كثير مهم بعد ما نفرجي هالصور الجنرال للغرفه نفهم وقت بدنا نعمل ميك اوفر شو هن متطلبات الناس اللي بدهم يكونوا موجودين فيها. يعني ما فيني اجي انا كجمانة اعمل ميك اوفر من راسي حلوه هاللون وحلوه هالكنبايه او هالتيفي واجي اجمعهم مع بعضهم، لازم اني اعرف النيدز والحاجيات تبع كل شخص شو بدهم وشو بيرتاحوا لحتى يكونوا متواجدين بهالغرفه. لانه قبل كل شيء هيدي الغرفه عنوانها الرئيسي هي الراحه. سو انا انطلب مني انه الكنبايه اللي تكون موجوده اول شيء ما يكون في كنبايتين، وهيدي كمان توصلنا فيها بالمشاركه مع افكاري وافكار الناس يلي هن شغلينا لهالغرفه، انه بليز جمانة بدنا نرتاح، بدنا نتمدد على الكنبية، بدي مد إجري، بدي أكل حتى على الكنبية، وبدي أحضر تي في يكون بالوش مش على الجنب. لأنه يعني عملتوا تغييرات بتناسبهم مش بس شكلياً، إنه كمان بتريحهم عمليا. لازم تكون practical and the practical side هو الأساس الأول يلي أنا بشتغل عليه، ومنه بنطلق لحتى نمشي سو بالديكوراتيف لوك لحتى نشوف كيف التاني بده يناسب الأولاني. خمسنا فرجينا الأفتر. سو أول شغلة عملتها ما عملت تغييرات جذرية إن كان حيطان وتغييرات للخزاين مثلا، بس حبيت ضيف تاتش واحدة صغيرة من ضمن الفول سيلينج يلي هي هالرطومبية اللي موجودة بالصورة على الحيط المقابل للكنباية يلي قررت أوضعها، إضافة لسبوتات نزيدوا بقلبها مع إنارة مخفية بتجي من وراء هالعلبة هيدي. الحيط يلي وراء هالرطومبيل جافسين رح يندهن بلون مختلف لحتى يعطي هيك تاتش مختلف للغرفة كلها. الخزاين شلت الحواجب حواليهم ولكن ما غيرتهم لما نفوت بكلفة إضافية، كله تمعجن واندهن باللون الأبيض للغرفة ككل. نشيل السجادة الكبيرة، نشيل البابي بان، نضاف الباركي على الأرض، وتغير موقع الاي سي يلي كان بالوش
وموضوع بشكل انه اذا نحن قاعدين على الكنبيه الكبيره لما عم يضرب الهواء دايركت هيدا كثير بشع. حطيته بوسط الغرفه فوق الواجهه الزجاجيه يلي بتودي على البالكوني. طبعا هون في شويه تغييرات تكنيكال ولكن النتيجه النهائيه اجت كثير حلوه. ورح منبلش منشوف الصور سوا. اول ما نفوت على الاوضه هيدا هو الجنرال اوتلوك يلي ببين معنا. الكنبايه كله الالوان الطاغيه هي الابيض، الالوان المضافه هيدي بنتها لهديك الغرفه هيدي بنتها اكزاكتلي الالوان المضافه انضافوا بتاتشز صغار من خلال التكيات والطاوله الصغيره يلي منضافه للطاوله الاساسيه هيك بتجي فوق منها. هلا الكومبينيشن بالتيبلز كثير دارجه كمان. الحيط اللي عم خبرك عنه رولا صار موجود بهالشكل، انعمل له لون كانه هيك لون على كافيه لاتيه للحيط، انضاف عليه ببليوتيك very simple very minimalist ما فيها anything special بس كبيرة لشكل بطريقة انه ينوضع من خلال تلفزيون. التلفزيون لاحقا رجع تغير ليكون اكبر ولكن بوجود هالتي في اللي هو مواجه للكنبايه المين يلي هي تستعمل فوق التلفزيون في رفين صحيح وفي اناره مخفيه مبينه جايه من وراء العلبه يلي انضافت. هيدول الفيوز هن زيتون من عده انجلز سمبل كثير سمبل ولكن الجو والجنرال تبع الاوضه فيري يونغ فيري انرجيتك. وكمان مره هون بذكر انه التغيير صار أكثر شيء من ناحية الفرش والألوان مش صحيح من إنه ناحية صوفة واحدة بس قد اثنين صوفة قد اثنين وقد ثلاثة. This is a very big صوفة. التغيير كمان طال البرادة هذا بداين 40 سنة هلأ كمان بداين كتير عن جد بداين كتير. تعرفي هي كتير مهم إنه واحد ما يطول كل هالفترة لحتى يغير بقلب الغرف تبعوله إن كان أوضة قعدة أو صالون أو شيء. دايما السر إنه كل 3 سنين 4 سنين تعملي تاتشز تجددي بأكسسوارز صغيرة لحتى ما تختير الأوضة. عرفتي لأنه كتير مهم كيف هلأ النسوان عم يهتموا بجمالهم. نفس الشيء بيتكن ما تهملوا شقفة منكن عن جد. It reflects our personality our way of living the lifestyle كل شيء. هاي شغلة أنا على طول بقولها. So هون بيّن معنى هالتغيير الجذري والكبير لأنه كان صار لفترة كتير طويلة هالغرفة ختيروها يا حرام. So نحن هون عملنا لهالبوش هالليفتينج وهالنفضة وطلعت بالنتيجة. كم دقيقة بعد معنا رولا؟ معنا شي 3 دقائق. معنا شي 3 دقائق. رح اختنمهم لحتى نفرجي كمان مرة من خلال الصور نفس الانجلز تبع هالغرفة الجلوس بيفور اند افتر مجموعين بفرد صورة لنفرجي المشاهدين كيف صاروا. يعني هيدول صور اماتير بحب ذكر منن دي فوتو بروفيسيونيل. خلينا نرجع للصوره اللي قبل شوي صغيره تاتي عملي معروف. شفتي الشبابيك رولا؟ يعني حتى ديزاين الخشب تبع الشبابيك ما تغير وهن بيفتحوا بالمسكه بس البرديه اللي عملت الفرق البرديه تغيرت كلها. هلا غيرت انا زعبت شوي بالشغل الجبسن بورد نزلت رتومبي بشكل انه اقدر اوضع واغير موقع مكنه الاي سي. البرادة كلهم تغيروا بالكامل واستعملت بس السكرين السان سكرين يعني باللون الأبيض أبدا. عطت هيك هالتاتش الناعمة والسيمبل والإليجنت بنفس الوقت. سو هيدا هو الأنجل عم ببين معنا تغيير الكنبية البرادة والطاولة بالوسط. هون عم ببين معنا الحيط أول ما فتنا محل ما زدت العلبة أنا مع السبوت لايتس وهاللعبة الصغيرة بالإنارة. دايما نتذكر إنه الإنارة بتلعب دور كتير مهم. عادت كمان فرق كتير كبير ولو إنه معمول بنسبة كتير صغيرة من الشغل كانتيرير ديزاين عم بحكي. كمان لو ما قدرت شيل مكنة الاي سي ما كنت قدرت تضيف هالتفصيل يلي عطى فرق كتير كبير للغرفة. بالصور الثانية ببينوا معنا باقي الانجلز. هون الكورنر لامب يلي هي جاية هيك كيرفد واللي هن هلا كثير درجين كمان كثير حلوة. عطت هالمود المودرن واقفة على الارض. اتس فلور لامب ولكن كيرفد. هون عم نشوف انجل الفوتة كمان كيف الخزاين نشيل هالكادر تبعهم واندهنوا بالابيض وراح التي في من قدام الخزاين بشكل انه حتى فتح الخزاين واستعمالها صار عملي اكثر وديجاجي. هون كمان مرة
عم نشوف صورة إجمالية للإنتيرير، وهيدي شغلة حلوة إنه نقدر نشوف كيف بلمسات صغيرة وبأشغال بسيطة. قد إيه عم نحكي وقت هون؟ أخذت بين 4 أو 5 أسابيع. أوكي، مش كثير. مش كثير لأنه في دائما بدنا نحسب فترة التصميم وفترة فترة انتقاء الأشياء والمفروشات والألوان، وبعدين في عندك التنفيذ. سو الفترة منا كبيرة نسبة للنتيجة النهائية والفرق بحياتنا. ثانك يو، أم جلاد حبيت إنك حبيتي. ثانك يو. بنشوفك الأسبوع الجاي مع أفكار جديدة. على الأكيد. ثانك يو. وقفة مشاهدينا، وعم ننتقل لفقرة فاشينيستا، خليكم معنا.